السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض لو أنا عايز أحط قواعد معينة في الاسكادول. معنى إيه؟ في مشروع هيكون شغالين فيه، وبعد كده في حاجات كتيرة مطلوبة في الاستدامة، كان جي ساس. فمطلوب مثلا قواعد معينة، لو اتحققت بناخد عليها نقط، لو متحققش ما بناخدش عليها نقط. فكنا عملنا اسكادول وحطينا قواعد، كان في تفاصيل كتيرة. فخلينا ناخد أبسط حاجة، وليكن مثلا مساحة الغرفة. تمام، يعني لو انت جيت عملت زوم مثلا الليفنج 106، وليكن مثلا افترض ان الكود مشترط ان المساحه بتاعت الليفنج ما تقلش عن 100 متر، وكذلك الكيتشن مثلا. هنا عندك الميكانيكال مش مكتوب، خلينا ندخل هنا اديت تايب، اعلم على الاريا عشان نبدا نكتب الاريا. هي مثلا الاريا 2 متر، هنفترض انها المفروض تبقى 3 متر. طيب خلينا نعمل سكادول. خاص بالروم، ونفس اللي احنا بنقوله هنا هينفع يتطبق على اي حاجه تانية. تمام، هنا هقول له انا عايز وركينج دروينج. اوكي، طيب هقول له انا محتاج الاريا ومحتاج النيم. تمام، هقول له اوكي، هيبدا يعمل لي الجدول بالشكل ده. طيب هاجي هنا ارجع تاني واقول له خلي الاريا تحت، واقول له ان انا عايز اضيف برامتر. تمام، البرامتر ده ممكن نعمل زي معادلة. طيب قبل ما نعمل المعادلة دوت، خلينا نعمل برامتر. تمام، هنخلي البرامتر ده عبارة عن ممكن تخليه مثلا area مثلا. تمام، تكتب رقم معين هنا، هنسمي ده مثلا ده اللي موجود في الكود. ماشي، طيب اوكي، يبقى هنا اوكي. هنقول مثلا ان ده الأقل حاجة، أقل حاجة مثلا هنا في الماستر بيدروم مثلا 25، هنا هنخلي ده مثلا الماستر، خلي مثلا 8، هنخلي ده مثلا البيدروم مثلا 12، الباث روم هنخليها مثلا 4، وهنا البيدروم هنخليها مثلا 12 مثلا، وهنا بدل ما هو 30 متر مربع هنخليها كام؟ هنخليها مثلا 25. ده المينيموم، يعني لو اكتر يبقى اوكي، لو اقل يبقى في عندي مشكلة. 70، 5 مثلا، 20، ده 50، 2، 1. المفروض ان ده اللي موجود الاول او ده اللي ثابت، انما ده اللي بيختلف من مشروع لمشروع، ممكن تكبر تصغر. بس هنخد الكود ده عندك، تفتح الكود وتلاقي الارقام دي ثابته. طيب يبقى انا كده هعمل متغير اهوت عباره عن معادله، وليكن مثلا تشيك، اعمل تشيك معادله كومن، هتبقى نمبر، لا هتبقى تكست. طيب المعادله دي عباره عن ايه؟ لو، وهنفتح قوسين وهنقول له لو الاريا، لو الاريا دي اصغر من الكود. تمام، يبقى كده المفروض لو اصغر من الكود يجيب لي رساله يقول لي ايه؟ رونج، في مشكله. طيب لو الاريا دي اكبر يبقى كده اوكي، اقول له ايه؟ اوكي. خلي بالك لو في اي حرف غلط هو مش هيوافق على المعادله. تمام، عمل تشيك، لقى ان 27 اكبر من 25 فقال لي اوكي، لقى ان 7 اقل من 8 فقال لي رونج، فبدا يعمل لي المعادله بالشكل دوت. طيب ممكن انا اجي بقى اروح اعمل حاجه كده ظريفه شويه في الفورمولا، اقول له تشيك واقول له انا هحط لك شرط، لو التشيك ده بتساوي رونج اديها لي باللون احمر. وده اللي احنا فعلا عملناه في الكود بتاع الجي سي اس. بقى اول ما تبص على الكود هو ما قلنالوش تتعلم ريفت ولا تتعلم بيم ولا حاجه خالص، تعلم بس ان انت تفتح السكادول ده، افتح الملف وخش على السكادول، لان اكتب لك فيه كلمه جي سي اس هتلاقي الموضوع بالشكل ده. هو اوتوماتيك كده هيبدا يعمل تشيك. ده حل لمشاكل كتير جدا
ناس بتعمل رساله دكتوراه وماجستير وعايز يعمل تشيك على حاجه معينه طول مسافه معينه حاجات معينه يقدر يعملها بالشكل ده.